اختتمت على ملاعب ساحة بيان النموذجية التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة دورة معرفي الرمضانية الثالثة لكرة القدم بحضور راعي الدورة الدكتور عبد الله عبد الصمد معرفي. فعاليات الدورة استمرت 10 أيام من 16 وحتى 25 من شهر رمضان الجاري، وشارك فيها 100 فريق. وشمل الحفل الختامي للدورة على مباراة استعراضية بين قدماء منتخب الأرجنتين للهواة وفريق اللجنة المنظمة للدورة، إضافة للمباراة النهائية. ويأتي تنظيم مثل هذه الدورات التي تنتشر بكثرة خلال شهر رمضان لشغل أوقات الفراغ لدى الشباب الرياضي. ليش رمضان؟ رمضان سمة من سماته صراحة، بعد الزيارات والعبادات صارت سمة من سمات الرياضة اليوم، والدورات الرمضانية صارت واحدة من سماتها، وحبينا نكون احنا جزء من هذا يعني الرياضة هذه والتواصل مع المجتمع هذا. فأكيد احنا راح نكون ان شاء الله بالسنوات القادمة ان شاء الله راح يكون عندنا دعم اكبر، راح يكون الدورة ان شاء الله بشكل منظم اكثر. هذه الدورة الثالثة لنا. أعلن